بدأنا بسم الله وبالصلاة الله على رسول الله وآله الأبرار. Begin with بسم الله and with صلاة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم ودار الزمان دورته، ومنا أيها
حسنات. منا من كتب عند الله جل وعلا من عتقائه من النيران. كم من أناس قد عتقت رقابهم في هذه الليالي الطيبة، وكم من أناس قد أنفقوا بخالص أموالهم في سبيل الله. ما أجمل أن يكون الإنسان قد غفر له في هذا الشهر المبارك. وواه حسرتان وواه حزنان لمن خرج منه هذا الشهر المبارك ولم تغفر له ذنبه، ولم يغفر له ذنبه، ولم تمحى عنه سيئاته، ولم تغفر له زلاته. نبي الهدى وإمام التقى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدعو دعوات. أي دعوات هذه؟ اسمع أخي الغالب، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدركه رمضان ثم خرج فلم يغفر له، لصق أنف بالتراب. لصق أنف بالتراب تعبير عن المهانة، وتعبير عن الذلة، وتعبير عن الخسارة لمن فاته هذا الشهر المبارك وخرج ولم يغفر له. والله الذي لا إله غيره، كم سمعنا وكم شاهدنا وكم رأينا من أناس دمعت عيونهم في هذا الشهر المبارك ابتقاء وجه الله جل جلاله وخوفا من الله تبارك وتعالى، وكم رأينا أناسا بذلوا الغالي والرخيص في هذا الشهر المبارك لأجل أن الله جل وعلا أن يكتبهم من المتصدقين والمتصدقات، وكم من أناس بذلوا أرواحهم وبذلوا أجسادهم في سبيل أن يحصلوا على العز من النيران في هذا الشهر المبارك. فهنيئا لهؤلاء، هنيئا لهؤلاء إن كانوا قد عملوا الصالحات في شهر المنح والبركات من رب الأرض والسماوات، هنيئا لهم أن يحصلوا على مثل هذه الجوائز الربانية والمنح التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويا حزناه ويا خسارتاه ويا 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 ولها يوم أن يخرج المسلم من هذا الشهر المبارك ولم تغفر له ذنبه. الناس أيها الإخوة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك على ثلاثة أقسام، لا تخلو أيها الأخ المسلم وأيتها الأخت المسلمة، لا يخلو حالك من ثلاثة أقسام. قسم أول كانوا قبل شهر رمضان المبارك في عبادة وفي خير وفي استقامة وفي تلاوة للقرآن، فلما أقبل عليهم شهر البركات وشهر النفحات وشهر الجوائز والمعطيات من رب الأرض والسماوات، لما أقبل عليهم هذا الشهر إذا بهم ازدادوا في العبادة. فبعد أن كانوا مصلين لله جل وعلا الفرائض في بيوت الله أصبحوا يصلون النوافل أيضا في بيوت الله، أصبحوا من المتصدقين، زادوا العبادة عبادة. وهؤلاء أيها الإخوة هم قوم اصطفاهم الله جل وعلا واختارهم من فوق سبع سماوات ووفقهم لأداء الأعمال الصالحة، فهنيئا لهم. هذا هو القسم الأول وهو القسم الفائز الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم منهم. قسم آخر، ما إن دخل كانوا قبل شهر رمضان المبارك في غفلة وفي سهو وفي لعب وفي حسرة وفي ندامة، لما أن أقبل عليهم هذا الشهر المبارك إذا بقلوبهم لجأت إلى الله وأعينهم دمعت خوفا من الله وقلوبهم سكبت دموعا لأجل الله جل وعلا، فلما انقضى شهر البركات ولما أراد أن يولي هذا الشهر شهر الكريم إذا بهؤلاء انخفضوا قليلا عن عبادة الله، إذا بهؤلاء لربما لا أقول إن بالغت انتكسوا عن العبادة، وكأنهم يقولون أن رب
مضيعون. هؤلاء أيها الإخوة، أسأل الله جل وعلا أن يجنبني وإياكم وألا يجعلني وإياكم منهم، كانوا قبل رمضان في لهو وفي سخف وفي بعد عن الله وفي غفلة عن الله جل وعلا. فلما أقبل رمضان إذا بحالهم هي تلك الحال، لا يرجعون إلى الله ولا ينيبون إليه ولا يعملون بما أمر الله ولا بما أمر به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فدخل رمضان عليهم ثم خرج رمضان وهم في تلك الحال. أخي Thank you.
الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال لها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل، يعني ولو كنت تعمل عملا قليلا يسيرا لكنك تداوم عليه فهذا أحب عمل إلى الله جل وعلا. والله هل تقبل الله منه هذا؟
تقاربوا جزاك الله خيرا، تقاربوا بارك الله فيكم، اسال الله ان يكتب اجر الجميع، تقدموا جزاك الله خيرا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول، والحديث صحيح في صحيح مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي معافى يوم القيامه الا المجاهرين. كل امتي معافى يوم القيامه الا المجاهرين. قيل: يا رسول الله، من هم المجاهرون؟ قال صلى الله عليه وسلم: ¡Gracias!
كثير من الناس وأنا أولكم. قصد قلوبنا أيها الإخوة لما أن تعلقت هذه القلوب بالدنيا، لما أن أصبحت هذه القلوب معلقة بالدنيا، أصبحت هذه القلوب